قصة أم يوسف ومعاناتها بعد أن غيب زوجها وأخوتها. أصبحت هي الأم والأب، أصبحت هي السند لهذه العائلة، هي المرأة والرجل. تعيش في منطقة حتى خلت من الرجال في الصقلاوية، فكانت تعمل بجهد حتى توفر الحياة الكريمة لأطفالها وأحفادها. خلونا نشوف. مرحبا مازن، تحية طيبة لك ولكل مشاهدي قناة التغيير. طبعا اليوم محطتنا من ناحية الصقلاوية، تحديدا منطقة البعكاش. هاي المنطقة اللي هي خالية من الرجال أطلاقا، فقط تقتصر اليوم على النساء والعمل على النساء. اليوم محطتنا يم عائلة أم يوسف بعد ما فقدت زوجها. اليوم انتقلت انه تشتغل بتنانير الطين في سبيل انه تسد رمق او قوت يومها. ام يوسف، شلون فقدتي زوجك؟ فقد زوجي بهاي عمليات التحرير، سلمنا وسلمنا جميع احنا وزوجي، وبعدين احنا ودونا على الخيم وزوجي ما عرفنا وين صار. سلم على قوات مشتركه ما اعرف عنها بالليل، واصبحت الدنيا وننتظر يلحقنا خلال قالوا 3 أيام يلحقهم. وما بعد ما شفنا لا زوجي ولا أخوتي ولا ولد عم اللي عندهم خواتي وهواية من أقرباي. ما يعني إيش قد أعدادهم اللي فقدتيهم يعني زوجك وأقربائك؟ والله 15 نفر. أنا عندي عائلة مريضة ويريدون مني عيشة، وزلمة كان هو معيل بعيشتهم وهسه يريدون مني عيشة ويريدون خيارة لك الهم. هو حارة يعني أشتغل طين صيف شتاء، حتى بالمطر الله شاهد بشدة الحر هسه والبرحة بثلاثة أنا بالشمس أبنى الله بيناتنا تعود أعيشهم. ما أنا أخو ما قم أشحط، أنا جاي بيع التنور ب20,000 مدي أنطيل الطبيب مدي أجيب لهم بي مسواق مدي شو وجه تاوجه. نعم مازن، هاي التفاصيل كلها عرفناها من خلال لقائنا ويا عائلة أم يوسف بعد أن فقدت زوجها وفقدت معيلها وعمود بيتها حسب ما حكت لنا من خلال البرنامج.